السلام عليكم. الله يعينك يا اخي محمود، كيف انت؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله اخي محمد، الله يعين الجميع. قدر وحدنا المدرسه اليوم. ايوه يا اخي محمود. ايوه، وكيف الاختبار يا اخي محمد؟ واعتقد ان اليوم قد هو اخر اختبار من اخر السنه، صح؟ ايوه صح، قد كان اخر اختبار اليوم، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي الله اخي محمد. الله يحييك، الله يكون بعونك يا اخي ويسر امورك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله. شوف يا اخي محمد، يقول المثل: تعلم العلم وكن اميرا، ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. فالانسان مهما كان جاهلا، المعول هذه مهرته، يجلس بالمعول ليل بنهار وبالارض. فانت ان شاء الله مستقبلك زاهر، وقد ربما تطلع دكتور، تطلع عالم، تطلع امير ان شاء الله. وهذه ان شاء الله امنياتنا جميعا. تمام. جرد اخوك محمد ان شاء الله، ولا يخيب بظنك، اطلع تفوز مدرس ان شاء الله. ممتاز ممتاز ممتاز، والله انك انت. اجلس 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 يا اخي، اجلس، نربح لنا قليل. اسمع يا اخي محمد، اليوم اشتي اطرح عليك بعض الاسئله، وانت ان شاء الله ترد على كل سؤال. تمام. وتجيب لي جواب بعد كل سؤال، تجيب لي جواب. تمام. بشير بعزك يا اخي، ولا يهمك الا جاوب لك بعد كل سؤال. ممتاز ممتاز. السؤال الاول يقول: ايش قمه الادب؟ السؤال الاول يقول، واكرر، ايش قمه الادب؟ انك تدقق باب الثلاجه قبل ما تفتحها. لا حول ولا قوه. ايش؟ انك تدقق باب الثلاجه قبل ما تفتحها. ايش؟ يعني تقول لي انك درست ووقعت طحطوح بالاختبار، ما قدرش ترد على السؤال. شوف السؤال الثاني، لو ما تجوب عليه لا اضربك ضرب بالمعول. تمام. طبعا هو اخر سؤال. السؤال يقول: ايش اطول، الليل ام النهار؟ ايش اطول، الليل ام النهار؟ انا شخصيا في حياتي ما قد شفتهم واقفين جنب. هذا اخر سؤال طبعا، ما اقدر ترد عليه. الله الله، هذا المثل قوم اشتغل. ترى هذا كله نو 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 نو